ولتسليط الضوء على المشهد السوري في الذكرى السابعة للثورة، معنا من العاصمة القطرية الدوحة الكاتب الصحفي السوري خليل المقداد. أهلا ومرحبا بك أستاذ خليل. بداية، في الذكرى السابعة للثورة السورية، كيف ترونها أستاذ خليل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. حياك الله، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. بداية، الرحمة لشهدائنا الأبرار والحرية لمعتقلينا والشفاء لجرحانا. هذه الثورة التي فجرها شعب عظيم أراد أن يتخلص من نير الاحتلال الأسدي الداخلي الذي كان ذنبا وعميلا للمحتل الصفوي، ويحمي ويحرس حدود الكيان الصهيوني، وكان ينفذ المخططات الخارجية بكل أمانة وبكل دقة وبامتياز، وتفوق في ما يقوم به على الجميع. الثورة السورية اليوم اختصرتها طفلة صغيرة من الذين خرجوا من الغوطة، عندما طلب منها والدها أن تقول أمام الكاميرا: قولي أنا ابنة بشار الأسد حبيبنا. قالت: لا، ما بدي أكون ابنة بشار الأسد. هذا هو المشهد اليوم. نحن الآن إذا كان هناك من تخاذل، فإن الأمل هو في الأجيال التي نشأت في ظل الحرية، رغم تخاذل وتآمر المجتمع الدولي وعمالة الكثير من تلامذة النظام. هؤلاء تلامذة النظام الذين أسهموا اليوم في كل ما نشاهده من إحباطات ومن مآسي ومن تراجع على كافة الجبهات وآخرها الغوطة. هؤلاء الذين تسببوا بصمت جبهات درعا وبالاقتتال الطائفي، الاقتتال الفصائلي عفوا، المقيت في الشمال السوري بين فصائل الحر والهيئة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا كنا نعيش في فساد عظيم نشأت فيه أجيال وأبناء. أستاذ خليل، الكل يتفق على أن سوريا مرت عليها 7 سنوات عجاف، لكن كيف تقيمون وضع المعارضة السورية أو قوى المعارضة السورية، خصوصا أنها لحد الآن لم تتفق وتعيش في حالة من الفرقة القائمة الظاهرة للعيان؟ بكل تأكيد يا سيدي، لو استعرضنا تاريخ المعارضة منذ المجلس الوطني والمحاصصة والاقتتال على التمثيل الثوري والسياسي والعسكري، ثم انتقلنا إلى هيئة الائتلاف التي أنشأها المجتمع الدولي والدول الإقليمية، ثم إلى هيئة المفاوضات الهيئة الجديدة، أنت تجد تراجعا مستمرا مع كل مرحلة من هذه المراحل. هذا يدل على أن القرار كان بعدم تمكين السوريين من الاجتماع حول قرار وكلمة واحدة، وعدم تمكينهم من اختيار وانتخاب هيئة سياسية تمثلهم في المحافل الدولية. وهذا السبب هو يعني الإبقاء على المجرم، لأنه لم يكن هناك قرار بإسقاطه أو تنحيه أو التخلي عنه، فهو ينفذ مخطط تدمير سوريا لصالح الكيان الصهيوني. والآن إن لاحظتم المشهد على الساحة السورية، هناك أكثر من 10 أو 15 إمارة في سوريا. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك منذ البداية كلمة جامعة للسوريين. كان يمكن باختصار أن تقوم إحدى الدول بعقد مؤتمر وطني ينتخب قيادة شرعية لا يستطيع أحد التشكيك بها، وتمثل السوريين وتقوم بتقود عملية الانتقال السياسي. اليوم لدينا هيئة مفاوضات تمثل النظام ولا تمثل هذه الثورة الشريفة المباركة. طيب، هيئتين للمفاوضات، واحدة تمثل النظام وأخرى تمثل قوى المعارضة السورية. السؤال الأهم بالنسبة للمواطن السوري، ماذا قدمت هاتين الهيئتين له؟ يعني أنت ترى النظام لا يمكن التحدث عن هيئة، النظام هو نظام مجرم، عصابة مجرمة، وهذه الهيئة أو الوفود السياسية التابعة له تحاول تسويف وتبرير الجرائم التي ترتكب صبح مساء بحق السوريين. العتب هو على الذين يدعون تمثيل الثورة السورية، الذين لم يستطيعوا حتى توحيد كلمتهم، ولم يكن لديهم غيرة وحرص على هذه الدماء بقدر ما كان لديهم حرص على إرضاء داعميهم أو الأطراف التي يمثلونها دوليا وإقليميا. كانوا يتبارون بتقديم الولاء والطاعة للدول الإقليمية والعالمية بينما تخلوا عن الشعب السوري، وكان همهم السلطة
والمال والجاه إلى ما هنالك. لذلك الآن لا يمكن الحديث عن هيئة مفاوضات تمثل المعارضة، لأن نصفها أو أكثر من نصفها يمثل النظام. أنت تعلم طيب. هناك يعني منصة موسكو وهناك منصة القاهرة وباريس وغيرها، يعني الآن نجحوا في وضع معارضة تؤسس لتركيا. اليوم خرج الآلاف من المدنيين من الغوطة الشرقية إلى مناطق سيطرة النظام. البعض يقول أننا نكرر حلقات سيناريو لمسلسل، كانت الحلقة الأولى فيه حلب الشرقية واليوم الغوطة. هل تتفقون مع هذا الكلام أم لا؟ بكل تأكيد، وأنا من الذين يقولون بهذا، وأنا من الذين يقولون بأن جنيف وأستانا سوتشي والرياض 2 وغيرها كلها يعني هي عبارة عن مسرحيات لإخضاع الشعب السوري وتركيعه وجعله عبرة لبقية الشعوب السائرة التي تريد شيئا من الحرية، لأنه غير مسموح لدولنا العربية بأن تحكم نفسها. يعني هو ليس فقط مسموح ممنوع عليها قيام نظام حكم إسلامي، ولكن ممنوع حتى أن يكون نظام حكم ليبرالي تحرري. إذن لو عدت إلى البدايات، الثورة السورية كانت تهتف بشعارات وطنية وحضارية وسلمية، وكان هناك بعض المشاركين من طوائف أخرى كانت تهتف بإسقاط النظام وإقامة الديمقراطية أو الإصلاحات على أقل تقدير هذا في البداية. الآن بعد 7 سنين لم يسمحوا حتى بهذه الدولة التي توكل الجميع وتكون ديمقراطية ليبرالية. اليوم أنت ترى هذا التكالب وهذا التخاذل، ليس تخاذلا بالمناسبة، يعني ما يحدث الآن لا تسمع إدانة لنظام عربي لما يحدث، لأنهم مشاركون في هذه التسوية، والتسوية تقتضي إخضاع وتركيع الشعب السوري، وما يحدث في الغوطة هو اعتماد وتنفيذ. في ضوء ما قلته أنت سيدي، مستقبل الثورة السورية كيف هو؟ البعض يقول أن الثورة السورية قد انتهت. لن تنتهي الثورة السورية طالما أن هناك أطفال نشأوا ورفضوا أن يكونوا أبناء لبشار الأسد. ليس هناك حر يقبل بأن يكون هذا النصيري المدعوم طائفيا إيرانيا ومن ميليشيات إيران الطائفية في العراق وأفغانستان وباكستان وغيرها، لن يقبل أن يكون هذا حاكما. وحتى لو نجحوا في فرض تسوية، طالما أن هناك فصيل واحد يقاتل فلن يقبل السوريون، وسينقلب السحر على الساحر. هي مسألة وقت، والله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر، ولكنه التمحيص والابتلاء، لأن الغالبية من شعبنا لم تدرك بعد عظم هذا الحدث الكبير وأن ضرورة أن يلتف جميع حول هدف واحد وهو من الدوحة كان معنا الكاتب والمحلل السياسي السوري سيد خليل مقداد، شكرا جزيلا لك.